البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالكم لو في ميزون. الوصفه ديال اليوم صراحه كتعجب الكبار وكتعجب الصغار، كنا كنحمقوا عليها وبزاف اللي طلبتوها مني في التعاليق وفي الرسائل ديالكم. هي لي دوناتس، هي وصفه اللي ساهله وبسيطه، ويعني ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. انا نعطيكم دابا المقادير والطريقه، كنتمنى انكم تتبعوها، وراه غتحصلوا ان شاء الله على الدوناتس كيكونوا خفاف وكيكونوا لذاد ويعني قطنين من الداخل، وحتى الزيت ما كيكونوش شاربين الزيت بزاف. دابا غنبقاو مع المقادير ومع الطريقه، خليكم معايا. فلهاد لي دوناتس هادو غنحتاجو، انا هنا المقادير اللي غنعطيكم كيخرجوا كميه يعني معقوله لا باس بها، تقدروا نتوما تقسموهم على جوج، كيبقى لكم الاختيار. انا هنا غندير 500 غرام ديال دقيق الفورس، عندي 80 غرام ديال السكر سنيده، عندي جوج بيضات، عندي 100 غرام ديال الزبده، عندي جوج ساشيات ديال سكر فانيلا، وعندي جوج معالق كبار ديال خميره مجففه، ورشه الملح بطبيعه الحال. هادشي بالنسبه للعجينه. بالنسبه للتزيين ديالهم، فمن بعد ما غيطيبوا نقدم لكم طرق ديال التزيين كيفاش غنزينوهم. ودابا نبقاو مع الطريقه. اول حاجه درنا الدقيق ديالنا في البول ديال العجينه، غنديروا رشيشه ديال الملحه، يعني كاع المكونات غنديروا رشيشه ديال الملحه، سكر فانيلا، الخميره ديما كنديروا وحده السكر كنبعدوا على الملحه، الزبده، الزبده من الاحسن تكون رطبه، تكون يعني خرجناها بواحد المده من الثلاجه، البيض، وغنبداو نعجنو بالحليب. غنديرو في الاول على سرعه منخفضه باش ما يبقاش يطير لينا الدقيق، وغنبداو نخويو الحليب شويه بشويه. من بعد ما العجينه ديالنا دلكات مزيان، يعني هو كيبغي يدلك، انتما راه كتكون كتلصق كما كتشوفوها شي كيفاش كتكون، ولكن منين كنخليوها تخمر كتجمع راسها واحد شويه مازال. نسيت ما قلت لكمش بلي الحليب باش عجنت كيكون دافي واحد شويه، يعني غير مهرسه ليه شويه ديك البروده، ما يكونش سخون بزاف باش ما يطيحش لينا الخميره، كيكون دافي واحد شويه. دابا غناخذ واحد البول غندهنوه بواحد شويه ديال الزيت، وغنقادو هاد العجينه فيه باش نخليوها تخمر. العجينه ها هي درتها في واحد البول، دهنت واحد شويه بزيت الروميه وقديتها كم صوبتها ودرتها في هاد البول وغطيتها ببابي اليمونتير، غنخليها تخمر. يعني تقريبا فاش كيكون سخون الحال كتاخذ واحد ساعه تقريبا، الا بارد الحال يعني كتمشي حتى ساعه ونص تقريبا، وحاولوا فاش كيكون بارد الحال تغطيوها بشي حاجه يعني تدفيوها. واحد الملاحظه بغيت نقولها لكم، فاش كنت كنعجن انا شو شاط ليا واحد شويه ديال الحليب من ديك 250 غرام، شاط ليا شويه لان الدقيق كيختلف من نوعيه لنوعيه، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش بزاف. يعني ملي تكونوا كتعجنوا خويو الدقيق شويه بشويه، خويو عفوا الحليب شويه بشويه، وردوا البال انها ما تجراش معكم بزاف، لان كما قلت لكم الدقيق كي القابليه ديالته باش يشرب الحليب اولا الماء كتختلف من نوعيه لنوعيه. وغنتلاقاو من بعد ما تخمر لينا العجينه ديالنا ان شاء الله. العجينه ديالنا من بعد ما خمرات ضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا، دابا غنحيدوها من البول وغنحيدو من هذوك لي غاز اللي لداخل، وغناخدوها نقرصوها ونقطعوها. غتبقاو تشوفوا معايا الطريقه كيفاش. ها هي دابا قسمتها على جوج، كنقرص نص بنص، كندير الدقيق بطبيعة الحال حيت العجينه كتكون شويه مطلوقه، كنبدا نطلقها بالمدلك طبيعة الحال، كنخليو فيها العرض لان احنا ما بغيناش دي بيني عاديين، بغينا دي دوناتس كيكونوا شويه عراض، يعني تقريبا كيكون فيها واحد سنتيمتر ديال السمك. ها
ديما من بعد ما كنقرصو كنطلقوه هكا باش ما باش ما تعوجش لينا ملي نتقطع. حاولوا يكون عندنا نفس السمك. طبعا نبداو نقطع كما كتشوفوا ها السمك ديالنا كيفاش كيكون، وكنستفوهم في واحد الطاوه. غنستمر هكا حتى نكمل الكميه ديال العجين كلها اللي عندي. نحاولوا نحافظوا عليهم يكونوا مقادين باش ملي يتقلاو يجي الشكل ديالهم زوين ما يجيوش عوجين. من بعد ما كملت تقطاع ديال العجينه ديالي كلها، انا دابا استفسهم هكا في طاوه وغنخليهم يخمروا تقريبا واحد نص ساعه كيف ما قلت لكم قبيله على حسب درجه حراره المطبخ. يعني نتوما ردوا لهم البال، يعني انفو كيبدا يبانوا لكم طلعوا شويه وداك يعني السطح ديالهم ولا شويه بومبي، صافي معناها راه خمروا، وديك الساعه غندوزوا للمرحله ديال الطهي ديالهم. من بعد ما خمروا لنا لي دونات ديالنا، دابا غنبداو المرحله ديال القليان. انا هنا درت الزيت، الزيت اللي كتكون شويه كثيره، وكنديرها باش تسخن، ولكن ما خصهاش تسخن بزاف، يعني تسخن ولكن ما تسخنش بزاف، يعني حتى كيبداو طالعين مع الدخان. كنخليوه على عافيه مهيله باش دوك لي دونات ديالنا حيت فيهم السكر الا كانت الزيت سخونه بزاف كيتحمروا دغيا، وهما مازال ما طابوش من الداخل كيبقاو معجنين، فخصهم يبقاو غادي شويه بشويه هما كيتحمروا وهما كذلك كيطيبوا من الداخل. ودابا غنبداو على بركه الله. بسم الله. كنديروا مثلا غير 4 في 4 باش نتحكموا فيهم. كنبدا ندير لهم هكا شويه الزيت من الفوق باش كيطلعوا لينا. كيبانو لنا تحمروا كنقلبوهم. غنبقاو هكا حتى تنطيبوا الكميه كلها اللي عندنا. دابا هما تحمروا من الوجه ديالهم، صافي غنحيدوهم ونديرو وحدين اخرين. غنبقى على الطريقه هذه حتى نكمل لي دوناس ديالي كلهم، ونتلاقاو من بعد باش نشوفو الطريقه ديال التزيين ديالهم. من بعد ما لي دونات ديالنا كيطيبوا كيجيو على هذا الشكل هكذا، راه ما كيجيوش شاربين الزيت نهائيا، يعني كيجيو خفاف حتى فاش كتهزهم كيجيو خفاف. ودابا غندوزو للمرحله ديال التزيين. انا هنا اختاريت الشوكولاته البيضاء والشوكولاته بالحليب، صراحه هما اللي كيعجبوني وكيعجبوا وليداتي. سينو كاين يعني الكلاصاج اللي كيدار لهم هما اصلا بالطريقه الامريكيه، انا صراحه ما كيعجبنيش، فهو عباره على كاس ديال السكر كلاصي مع واحد جوج معالق كبار ديال الحليب وكيتخلط، سواء كديرو هكاك سواء كتنسموه بشي يعني شي منسم اصطناعي اولا شي حاجه. انا صراحه ما كيعجبنيش، كنفضل الشوكولاته،
هنا عندي الشوكولاته البيضاء والشوكولاته بالحليب، وغنزين هكا بهاد لي بونبون صغيورين. ودي هنا كذلك واحد كوغني درت فيه شويه ديال الشوكولاته البيضاء باش غنزين به هادو اللي غنستعمل فيهم الشوكولاته بالحليب. ودابا نبقاو مع الطريقه ديال التزيين. نبداو على الشكل هكا. طبيعه الحال ما كنديروا هاد المرحله هادي حتى كيبردوا لينا لي دونات شويه باش يشد فيهم الشوكولاط باش ما كيسحش عليهم. وحتى من بعد ما كنديروا الشوكولاط وكنبغيو نزينو يعني تزين بلي هاد لي بونبون يعني حتى كيشدوا شويه فراسهم بلي بونبون ما كنخليوش حتى كيبرد نهائيا حيت عاوتاني ما غيشدش لينا. ويلا درناه هو يلا استعملنا الشوكولاط ودرناه كيسيح يعني ما كيبقاش شاد في بلاصتو كيسيح مع دوك لي دونات. يعني كنخليو حتى كيشد شويه فراسو داك الشوكولاط عاد كنبداو نزينو بلي بونبون. اما بالنسبه للخطوط ديال الشوكولاط فمن الاحسن حتى كيبرد تماما باش يبانوا لينا الخطوط البيضين من الكحليل باش ما يسيحوش بعضياتهم الا كان الشوكولاط باقي رطب وباقي ما شدش فراسو مزيان. هادو لي بالشوكولاط الابيض كما قلت لكم ما خليتش الشوكولاط حتى كرم بزاف يعني غير شد فراسو شويه عاد نزينو هكا بهاد لي بونبون. وبالنسبه لهادو ديال الشوكولاته بالحليب فهما صافي شدو فراسهم. دابا غناخد بحال هكا الكورني وغنزين به. هذه بطبيعه الحال كتبقى غير فكره، نتوما كيبقى لكم الاختيار في التزيين كيف ما كنقول لكم دائما، يعني كديروا اللي متوفر عندكم في الدار اللي كيعجبكم. مثلا الشكل النهائي ديال لي دونات ديالنا هو هذا كما كتشوفوا، راه صراحه كيجيو خفاف وكيجيو لذاد بزاف. انا نحل لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. انتوما كيجيو فريمون خفاف وكيجيو ناشفين ما كيجيوش شاربين الزيت، يعني ما تقولش كاع واش مقليين. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم حيت صراحه بزاف اللي طلبوها مني وقيلا تعطلت عليهم، مي ها هي جات. ما تنساونيش دائما الدعم ديالكم وتضغطوا على زر ابوني وبارطاجيو الفيديوهات ديالي وتضغطوا على زر الجرس فعلوه باش توصلوا دائما بالجديد ديال القناه ديالنا. ودمتم بخير وعلى خير ومع السلامه.